مرحبا بكم في الفيديو من سوق ديال البلحي اقليم سطات تاريخ 17/5/2021. اخوان غادي نبداو بالعجله القزاريه. العجل القزاري كان شويه كان داخل سلعه قليله شويه شحال تقريبا كان واحد الحاجه قليله بزاف هذا كاين قبل ماشي كاين فيه بالنسبه للثمن اخي سعيد اخوان سعيد راه غني على التعريف راه ديما كنطلعوا معنا في القناه مازال غادي نشد عليه ان شاء الله انسان صادق كيعطينا الصراحه والحقيقه. الثمن ديال هذا يا خويا خاص 160 160 8000 ديال الدرهم 8000 ديال الدرهم كيفاش داير السوق ديال الثمن كاين الثمن قليله شويه السلعه قليله كاين الثمن السلعه قليله اخوان كاين الثمن شحال تباع اليوم باش يطيح هنا وعاد باش كيتباع هو البيع راه ب 60 درهم وكيطيح ب 55 ولا يفوت عليهم كان هنا فيه 55 درهم 55 في الرحله انتم كما سمعتوا اخي عزيز كدا السوق اليوم السوق غالي السوق غالي كاين الثمن كاين الثمن المهم ما داخله السلعه قال لي سعيد السلعه قليله اليوم السلعه قليله اخوان السوق تاع بنت محمد السوق صغار ما كتخش ليه السلعه بزاف بحال السطات وقيسر لا السطات وقيسر تبارك الله كبار اخوان الصديق ديالنا سعيد هو المهم اخوان راه كاين الثمن السوق على قد الحال وصافي السوق على قد الحال اخوان هذه خالصه ب 8000 ديال الدرهم شحال تقريبا طايح من كيلو هذا يا اخويا 140 كيلو لحقت 140 تقريبا 140 كيلو المهم اخوان الجزائر راه قليل غادي نكتفيو بهذه العجله هذه راه عطانا سعيد وعزيز خلاصه تاع السوق كيفاش مداير هنا في الجزائري كاين الثمن ماشي غير هنا راه فين ما مشيت حتى في حد السوال البارح كانت تمام السبت الجمعه القيسه كنتي تما ما بنتيش ليا بقيت كنتي كان اخوان المهم الله يسخر لكم ان شاء الله هذه غتبيعوها تعاود تبيعوها لا دي غادا لا كتب الله غادا المولى صافي شديتوا لي انتم ما شديتوش ولا كتب الله لا قسم علي الله قسم علي الله اللهم يسر الله يحفظك عطينا ثمانه باش ديتيها الله يرحم الوالدين جزاريه جزاريه 180 9000 درهم كي داير السوق بن حمد ها كتبات السوق دابا كتشوفي غالي 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 اخوان جزاريه اللهم بارك الله يسخر لي حتى السلعه قالوا لي الدراري قليله السلعه اليوم قليله قليله والله يسخر لكم ان شاء الله تيسيروا الرباح ان شاء الله تربحوا فيها ان شاء الله اللهم يسر لهم اخوان الله يجيب التيسير اخوان غادي ندوزو مباشره على العجوله البلجيكيه ماشي البلجيكيه كسابيين بلجيكيين ماشي مشكل مليون وثلاثين مليون وثلاثين 16000 لا لا 11500 اخوان بلجيكي سلعه زوين وهذا تاعو هذاك 190 190 هذا بلدين لا بومنيار وبديار 190 9500 9500 ديال الدرهم حاول نشدو عليه بلجيكي ها هو اخوان الفورمه ديالي راه في الناس لا هاك توكل هذا جيب لي بلو لا يحتمل ها هو الموبيليار 190 9500 اللهم يسر لكم ان شاء الله تبيعون بالرباح ان شاء الله نمشي اخوان على الشاروري وانت كي دايرش محمد هذا نشد عيد ياك انت شد شد اه مالك صافي غتعطينا اسمينا ولا محمد انت بخير صدق لاباس هيا هاني الله يحفظك المهم كلم لهذا هذيك راه 82 صافي هيا نبيعو صافي هذيك راه 35 صافي الله يسخرك هذا 180 9000 ديال الدرهم بلجيكي اه هادو بلجيكي مارك 500 واش تباع ولا مارك 504000 شحال ابو عزوك شحال 520 520 هذاك راه 56 هذاك راه 26000 ديال الدرهم بزوج ولكن السلعه ياك اخويا محمد غادي نسدو عليها نشوف السوق هذا اللي عادي نسولك لك على سولت لك الدراري على الشهر درك كنتي وصيتيني نسيتو ان شاء الله ملي تقدر شي حاجه مرحبا غادي نصورو ونصيفطو 26000 ديال الدرهم سلعة زوينين خي محمد غتكمل معايا 156 هذا بلدي هذا اه بلدي بلدي 156 بلجيكية مليحة 182000 182 182 9000 76 وبعناها ب 6000
176 ب 9000 اخوان راه ما كاينش الدراري اللي نضريو باش تخلي ما يعمر هذا كي داير السوق اخي محمد غالي 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 السوق ما كاينش السوق كاين السومه تمام زايد بزاف كاع السوق زايد بزاف فين ما مشيتي كي داز ولاد فرشه والبيع داز غالي بزاف كاع الشطابه البارح الشطابه كاع الشطابه ما بقاش حاجه والو ما سرجينا بزز بالجري باقوا ما سرجينا بالجري ياك ولا بنجي 12 13 8 البارح والله في 8 اللي جيت مولف كتجيب 12 الله يسخر اخوان ان شاء الله يكون خير تبارك الله عليكم الله يرحم الوالدين ري اخوان 182 وهذه بالنسبه لهذه اللي بقات لينا ما عرفتش مولاها الله يسخر اللهم يسر لحظتك اخويا محمد كنشكرك تبارك الله عليك تبارك الله عليك اخوان الله يسخر لينا يا اخوان جولك السبيل قول لي اسم الماركات اللي كاينين هنا هذو بلجيكيين هذو خمسه خمسه بلجيكي اسمينا بالنسبه للاسمينا قلت لي شويه ناقص شويه ناقص قول لي هذا شحال مليون وعشرين مليون ناقص هذا مليون وعشرين مليون وعشرين 11000 فين هو اللي بيع مليون وستعشرين؟ هاد ثلاثة مليون وستعشرين 11300 بلجيكيين هاي بلجيكيين هذا راه طالياني هذا طالياني أيه والسلام عليكم والسلام لاباس الله يحفظك السي بخير والو باس واش نقنا البارح تاعينا على مريات ديالاتي ما صرناش ليها جينا ما بنتيش لينا وحنا نمشيو كاع خلينا خلي الشقايه هي هي كانوا الدراري انا صايب طلع الشاري وقتي بصير والحساب مختار هزوا لي الله يسخر لكم ان شاء الله يجيبكم ربي التيسير مازال عندكم شي سلعه اخرى دار تخليو لنا مرات التليفون عندكم شي سلعه اخرى كتبيعوا تشريوها في السوق السوق كيبيعوا يشريوا اخوانا في السوق الله يسخر لهم الله يجيب لهم التيسير مليون و20 انت كيدير واحد لاباس اودي السي اخرين مليون و26 الله يسخر لهم الله يجيب لهم التيسير اخوان انتم اللي تحكموا انتم شوف الاخوان ديالهم الله يسخر الجميع مرحبا خويا مرحبا الله يودي كي جاك تجيك القناة بعدا مزيان الله يحفظ الناس بحال الله الله يسخر ليك هاد عمي اللي جبت هادو 90000 جملة ولكن الى جملة غير فردية هادي جوج 4500 ديال الدرهم فردية هادوك عجولة جوج ماركة عادي تا هما فردية اخوان مزيانين الثمن ديال شافوا عندي الناس والحال اللي ملعب هادو شاء الله مليون وربعين وقال لك ودي كيفاش انت كتوقع عليه مليون وثلاثة واخا خليني نشد عليها هادو 90 جملة 4500 درهم جملة فرديات اللهم يسرنا اللي دار في العجولة بجوج مليون وستين فين هما اللي قلت لي الفرنك مليون وستين من غير هذا مليون وستين يا اخواني 16000 ديال الدرهم بيناتهم بلدية مليح كيدير السوق كيدير السوق شوية ديال السوق كاين الثمن فين هما الاخرين اللي ديالك كاين هاد الربعة هادو وكاين هاد العجلات هاد الربعة هادو مليون وربعين هادوك مليون وثلاثين مليون وربعين بيناتهم الا 120 لواحد 120 610 120 يعني هذو بلديين بلديين عاديين ولكن ملاح عندهم بلان الله ياك عندهم بلان 6000 ديال الدرهم والاخرين مليون و20 15 555 والله يسخر راجل تيسير شوفينا هما العجلات تاهما هاد العجلات هادو عطاوني فيهم مليون و42 بلديات تاهما هادي 550 وهاديك 660 660 يعني 132 132 وهادي 110 110 اخوان 5500 والله يجيب التيسير اخويا اللهم امين الله يحفظك الله يجيب لك التيسير امين هذا الراجل اللي منكم كيمشي
وانا دابا راه والده ديال الصديق ديالنا ميلو كيدايره في السنه جامعه عزيزه بنت الماركه الشاروني الشاروني دابا راه جامعه 16 يطرو في النهار 16 يطرو في النهار 16 يطرو في النهار اللي كتعطي الثمن الثمن عطوني مليون و80 الف عطيني 16 صور خويا ميلو مرحبا كيداير السوق في البقرة اليوم؟ اليوم خويا مزيان الحمد لله مزيان مزيان الحمد لله كاين شوية الثمن الثمن مناسب الثمن شوية طاح مع الاقتصاد وهذا الشيء شوية طاح الثمن شوية طاح الحمد لله خير موجودة اخوان السلعة داخلة اليوم مزيان داخلة السلعة في البقرة في البقرة داخلة السلعة السابقة قليلة وزارية الحمد لله الله يسخر خويا ميلو تبارك الله اخوان انتم شوف 14 ألف نعم كنقول فيها 320 كنبغي 16 ألف درهم كنطلب الله يسخر لك الله يجيب لك التيسير يمين أخويا شريتوها أخويا ولا بغيت تبيعوها؟ شاري مولاي شحال بزاف؟ ها؟ 366 18300 ديال الدرهم والدة عجلة لا عجلة اخوان والدة عجلة اخويا واش والدة زوج؟ لا واحد والدة واحد هذا غير شريته بوحدو؟ هذا بشحال داز تاهو؟ 80 4000 ديال الدرهم كيدير في السنه خويا جامع الله يسخر ليكم ان شاء الله وبالنسبه للحليب اش قالوا لك كتحلب شحال تقريبا تقريبا هيك 14 اللهم سخر الله يسخر لي الله يجيب لك التيسير انتم تشوفوا البقره زين هذاك يا اخوان مشري بوحدو البقره هي بوحدها الله يسخر لك الله يحفظك يا عمي قال لي بكل فرح صور ولد عجل عجل اش من ماركه العجل عمي اخويا الله اعلم ما عرفتيش كي دايره السنايا جمعت بالنسبه للثمن 300 15000 درهم والحليب والحليب قال لك مولاي كتحلم كتحلم مزيان قالوا تحلم مزيان قالوا تحلم مزيان 15000 ديال الدرهم يا اخوان بالنسبه لهنايا السوق تاع بن احمد انتم كتشوفوا اثمنه كيفاش مدايره الناس كيتعاملوا معنا حتى هما مزيان ضيع واش ضيع ما راه سلا الله يسخر الله يجيب التيسير لكل واحد ها هي البقره جمعت العجل بلجيكي الله يسخر الله يجيب التيسير جامعة تبارك الله عليك والله جبتي سير عمي تبارك الله عليك اللهم بارك يا اخوان الله يسخر ليه